يعني فكرة كمان ان موسيماني مش موجود وفكرة غياب بعض اللعيبة الأساسية، بتكلم على ربيعة وقفشة والسولية، ف عندك 11 واحد بره. لا ويعني بنتكلم كمان إصابات كورونا تحديدا، فيعني هل نفسيا حضرتك شايف ده ممكن يأثر ولا الموضوع مش كده خالص؟ يعني انا وانت بنتكلم ان بنلعب كل 3 ايام ماتش، فبتاعت في لعيبه بنحاول ندور القصه كلها، ده ياخد شويه وده ياخد شويه وده لازم هيلعب، وده للاصابات العاديه مش الكورونا، للراحه. يعني ما نخليش نقول ان احنا عندنا غيابات فعليه، غيابات فعليه وكل حاجه مؤثره، وواحد زي قفشه مثلا، واحد زي السوليه، دول عنصرين دلوقتي شغالين في الميكانيزم بتاع الفرقه، بيريح ديانج اللي لسه جاي من اصابه برده، بيريح حمدي فتحي، بيريح خط الهجوم كمان بتاعنا احنا بنلعب بيه. انما عندنا الناس اللي هي موجوده اللي احنا احتفظنا بيهم، اللي هم عندهم خبرات دلوقتي في المجال الافريقي ومجال الدوري العام ومجال المصري، عندهم كوره، فبيبقى تايم الوقت، انزل بقى اثبت الوقت. اللي انت لما بتيجي تقول له فلان انزل العب، لا ما كنتش هتلعب قدام المحله، ما كنتش هتلعب قدام، وانت هتلعب امتى؟ هتظهر امتى؟ فاحنا بنطالب بالناس دي لما تلعب بقى، خلاص عندكم فرصه رهيبه، ربنا بيبعت لكم فرص انك انتوا تدوا احلى ما عندكم. نجح في الموضوع ده محمد شريف، يعني محمد شريف اثبت لنا انه هو يستطيع انه ينافس، يستطيع انه يبقى موجود، يستطيع انه يهدف. فهو ده الامل اللي احنا كلنا في اولادنا اللي احنا بنتمنى ان هم يكونوا في اتم صحه باذن الله، العمليه تكمل. انما مفيش مانع ان في ناس هتصاب او اي حاجه هتخرج بره، بس انت عندك نفس الشكل، نفس التدريب، نفس المفهوم، نفس اللعيبه فاهمه الدنيا. تيشيرت الاحمر شكله ايه؟ وساعات بقى كل ده بيتلغي تحت عنوان التيشيرت الاحمر. اكيد اكيد، وروح الفانيلا الحمراء. طيب على ذكر